إليك مرة أخرى. شكرا لك منصور. مشاهدينا، أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه محمد بن سلمان أن الشركات التابعة لبعض الموقوفين مؤخرا على خلفية التحقيقات الجارية بقضايا فساد ستواصل عملها. وقال المجلس أمس الثلاثاء أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصبان في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني ويزيدان من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية. هذا وتتتالى المعلومات عن تجميد مزيد من الحسابات البنكية للأمراء ورجال الأعمال، وتناقلت وسائل إعلام تجميد الحسابات البنكية لولي العهد المقال محمد بن نايف وأفراد من عائلته. هذا وتأتي هذه التطورات في ظل التضارب في الموقف الأمريكي بين ترامب الذي بدأ مؤيدا للخطوات وبين الخارجية الأمريكية التي طالبت الرياض باحترام حقوق المعتقلين والتزام الشفافية في المحاسبة. مشاهدينا، للمزيد أرحب ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور حمزة الحسن، الكاتب والباحث السعودي. أرحب بك دكتور حمزة. بداية، يعني الاعتقالات ما زالت مستمرة، يبدو أنه اليوم كان هناك حملة اعتقالات جديدة طالت شخصيات عدة، كان آخرها قبل قليل مدرس في كلية الحرم المكي ومنع الشيخ عائض القرني من السفر وتجميد حسابات ولي العهد السابق محمد بن نايف. يعني ما هي دلالات هذا الاستمرار في هذه الحملة؟ نعم، أنا أظن أن يعني محور الموضوع يتعلق بالسيطرة على السلطة وتحويل وراثة الحكم من الشكل الأفقي إلى الشكل العمودي، يعني من الأب إلى ابنه. هذا استدعى عدة معارك، وهذه المعارك التي خيضت كلها تمثل أسس للنظام. واحدة من المعارك داخل العائلة المالكة، لابد أن يصفي كل مراكز القوى فيها، بدأ بمحمد بن نايف وانتهى الآن بمتعب بن عبد الله اللي هو وزير الحرس، لكي أيضا يقضي على العناصر الأخرى التي تشاغب على هذا الشيء. لا، اتجه إلى المؤسسة الدينية والتيار الصحاوي وما زال مستمرا. لكي يرضي الولايات المتحدة لابد أن يفتح المجال حتى تقبل بهذا النوع من التغييرات والسيطرة، لابد أن يفتح هيئة الترفيه ويقلص دور هيئة الأمر بالمعروف ويعطي دور للمرأة حسب الشروط الأمريكية ويغير المناهج، وهكذا كل قضية بها. ثم ذهب إلى الإعلام للسيطرة عليه، وحتى لا تكون لدى القوى المنافسة أو مراكز القوى المحتملة الآن أو في المستقبل لابد أن يصفيها ويأخذ أموالها، وأن يسيطر على الإعلام، أن يسيطر على MBC وليد إبراهيم، ويسيطر على RT لصالح كامل، وأن يسيطر على المحطات الأخرى يعني الموجودة، روتانا والخليجية وما أشبه. لهذا هو ما زال مستمرا، وكل قضية تقود إلى قضية أخرى، لابد أن يذهب إلى البعيد. آخر شيء محمد بن نايف، يعني محمد بن نايف أنت قلت أنه مخدرات ويتعاطى مخدرات، الآن ذهبت إلى أيضا أنه مفسد أيضا، ولكن في النهاية هناك قناعة عامة بأن المكنسة الوسخة لا يمكن أن تنظف جيدا، يعني أو اليد الوسخة لا يمكن أن تنظف جيدا، ولهذا حتما ارتدادات. ولكن كبيرة. كيف نفهم هذا من حيث التوقيت، يعني في ظل المواجهة في المنطقة، التصعيد مع إيران والسعودية في مواجهة في اليمن في معركة عاصفة الحزم وأيضا في لبنان، تأتي هذه الحملة في الداخل السعودي التي من الممكن أو من المحتمل أن يعني تؤدي على الأقل نظريا إلى اهتزازات داخلية؟ طبعا واضح أنه، بس قضية الفساد دعني أقول، قضية الفساد لها يعني آذان تطرب بها، يعني في بلد في أزمة اقتصادية، بلد ضرائب تحولت من نظام ضرائبي، من نظام ريعي إلى نظام ضرائبي تماما العكس، البطالة فيها إشكالات، فلابد أنه يعني قضية الفساد ومكافحته مغرية وتولد شيء من الشرعية. والفساد عموما كالسرطان موجود في كل مكان في الدنيا، لكن في السعودية غير مسيطر عليه لأربعين سنة أو خمسين سنة، وبالتالي هو تمدد. لكن تستطيع أن تفهم أنه الحروب الخارجية التي عادة ما ترافق التحولات والقرارات المصيرية، مثلا محمد بن نايف وقضية قطر اشتعلت في ذات الفترة، زين،
قضية لبنان وسعد الحريري الآن أيضا اشتعلت في نفس الفترة. دائما هناك قرارات للتغطية قد تستطيع تفهمها أنه للخارج، يعني تحويل الأنظار إلى موضوع خارجي، ولكن في الحقيقة أيضا جاءنا الصاروخ، هذا لم يكن بالحسبان. صحيح. وحسابات سعد الحريري أيضا لم تكن بالحسبان أن تخرب عليه، خربت يعني. نعم. بدليل أنه لم تقبل استقالته من الرئيس الجمهورية ولا من لبنان. نعم. بمعنى أن الرجل تحت الإقامة الجبرية، وإن سمح له بـ 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 بالتحرك في محيط الإمارات وبعض. نعم. دول الخليج. طيب، بالعودة إلى الداخل وهذه الإجراءات، اليوم أعلن عن السماح لشركات الأمراء ورجال الأعمال الذين تم اعتقالهم والذين تم تجميد حساباتهم، أعلن عن السماح لشركاتهم بالعمل الطبيعي، ما هي دلالات ذلك؟ أنا أعتقد الدلالة الأساسية أن هكذا إجراءات أولا توتر مناخ الاستثمار الذي يدعو إليه محمد بن سلمان، هذه الإجراءات. ولهذا اليوم الفاينانشال تايمز مثلا قال أنه ما قام به محمد بن سلمان أيقظ المستثمرين على مخاطر الاستثمار في السعودية، هذا اليوم المقال موجود في الفاينانشال تايمز. وهو طبيعي أنه حينما تقوم بضرب كل الرؤوس الاقتصادية في البلد فأنت في الحقيقة يعني تخيف الآخرين أنه أنت في يوم وليلة تقلب. حتى صديقك في السياسة، حتى بالسياسة السعودية ليس لديها صديق طويل المدى، فجأة انقلبت على قطر، فجأة انقلبت على الحريري، فجأة يعني ما في شيء استمرارية. الذي فعله اليوم تحديدا في قضية الشركات في نظري أنه يريد أن يسيطر على قرار الشركات وأموالها مع إزاحة الرؤوس، يعني استحواذ مالك على ودون تأثير على الوضع الاقتصادي، لأنه كما هو معلوم أيضا أن سوق الأسهم هي في انحطاط، والحكومة السعودية يوميا تشتري في هذا السوق حتى تبقيه حيا، حتى لا ينزل أكثر يعني. وبالتالي يقول احنا الشركات خليها تمشي بس احنا راح نستحوذ عليها في النهاية، يعني بحيث لا يتضرر، لأن فيها انهيارات تكون كبيرة حتى في قضية البطالة يعني، وهذه أموال المواطنين أيضا قد ترتد عليه، لأنه ليست فقط يعني شركات موجودة أحيانا في سوق الأسهم، هذا أيضا افترض المملكة القابضة موجودة. نعم. كسوق أسهم، أنت إذا ضربت أنت تضرب في الحقيقة. نعم. القطاع الأكبر. واليوم هناك تراجع وخسائر كبيرة في البورصات، في البورصة السعودية والبورصات الخليجية عموما. تحدثت عن يعني أنه هذه العنوان محاربة الفساد ربما يلقى صدى لدى العالم الخارجي في دول الخارج، ولكن على المستوى الداخلي هذا الشعار، شعار مكافحة الفساد، هل تعتقد بأنه يلقى صدى طيبا أو رضا لدى الشارع السعودي؟ أعتقد نعم يلقى، وقلت السبب أنه الناس يعيشوا أزمة اقتصادية، وفلسفة الناس لا تعني أن هذا النظام نظيف أو أن محمد بن سلمان نظيف، لأنه للتو قد صرف ملياري دولار، ملياري ريال، 570 مليون دولار على يخت مثلا. نعم. فالحقيقة ليس لها علاقة بأنه نظافة يد محمد بن سلمان أو والده، وإنما لها علاقة بحجم عدد المفسدين. بمعنى إذا كان هناك 1000 مفسد فالآن راح يكونوا مثلا يعني 100 مفسد، وهؤلاء جماعة محمد بن سلمان، يعني عملية احتكار الفساد ودون ويعني وتخفيض حجم الفساد، هذا وجهة نظرهم، يعني بين السيء والأسوأ، لا يعني أنه، والجميع يعلم أيضا أن أهدافه سياسية في نهاية المطاف يعني. طيب، والجميع يعلم بأنه أو يقول الكثير بأنه يعني هذه الإجراءات جرت بالتنسيق مع الرئيس ترامب. اليوم يبدو هناك تضارب بين الرئيس ترامب ووزارة الخارجية الأمريكية التي دعت الرياض إلى احترام حقوق المعتقلين والتزام الشفافية في المحاسبة، كيف نقرأ هذا التضارب في الموقف؟ يعني هذا التضارب يمكن تقرأ أيضا في قضية قطر، في قضايا أخرى. هذا الرئيس ترامب واضح أنه أطلع تغريدتاه اللتان كتبهما في هذا الأمر، والذي قال فيها مثلا في واحدة منهم أن هؤلاء الذين اعتقلوا بخشونة كانوا يحلبون السعودية لسنوات طويلة. نعم. زي طيب وماذا صنعت أنت؟ أنت أخذت في جلسة واحدة 500 مليار تقريبا، 480 مليار، يعني أنت أيضا أنت أكثر حلب من حلب. لكن هذا النوع من التبرير للاعتقالات وخشونتها لم ترضي، يعني لأنها لا تتفق مع
مع يعني دولة تحترم نفسها، أنه على الأقل لازم تحط شوية كوابح أو خط رجعة يعني، حتى لا يعطى السلطة المطلقة لأن يفعل، ربما يؤدي هذا إلى مخاطر. وبالتالي وزارة الخارجية كالعادة أيضا تضع كوابح لترامب، وهذا في ليس في قضية، هذا في قضية كوريا الشمالية، في قضية قطر، في قضايا عديدة دائما توضع كوابح، لأن هذا الرجل غير متزن يعني ترامب. ولكن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يعملان بشكل جيد ووثيق مع ترامب نفسه يعني. أشكرك جزيلا دكتور حمزة الحسن الكاتب والباحث السعودي.